اسمعوا اخوتي المشاهدون، اما الان مع سؤال، اسمعوا وعوا، اما الان مع سؤال يا اخينا كحيلان مبارك الشمري. السؤال كالاتي، اخوك كحيلان اسمع كحيلان، السؤال الاول يقول: لماذا انت قاعد بلحالك؟ اجب. شكرا لك، يعطيك العافية أخوي كحيلان، الله يسعدك إن شاء الله، تشرفنا فيك ويا مرحبا في برنامج، يعطيك العافية أخوك. الله يطول عمرك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ولا نقول لكم مداعا، ولكن نقول إلى لقاء آخر. طيب دقيقة، اللي عندي أبو